السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم قناة أحمد الداودي. إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بالاشتراك ليصل لك كل خبر جديد ومميز. نقابة المعلمين تدعو لتظاهرة موحدة الأربعاء المقبل وتحمل الوزارة والحكومة مسؤولية ما يجري. حصلت قناتنا على وثيقة صادرة من نقابة المعلمين تنص على بيان تدعو فيه الملاكات التربوية والتعليمية إلى الاستمرار بالتظاهر السلمي وتنظيم تظاهرة موحدة تنطلق من فروعها في بغداد والمحافظات يوم الأربعاء المقبل الموافق 27/11/2019 في الساعة 3 ظهرا. ودعت نقابة المعلمين العراقيين اليوم الاثنين جميع ملاكاتها بالتماسك مع الحراك الجماهيري والاستمرار بالتظاهر السلمي مع انطلاق تظاهرة موحدة تنطلق الأربعاء المقبل. وذكرت النقابة أنه بعد متابعتنا الدقيقة للأحداث ومقدار استجابة السلطات المسؤولة في هذا الوقت الصعب، تبين لنا أن العجز الحكومي في إيجاد الحلول المناسبة للتداعيات التي يشهدها الشارع العراقي صار واضحا مع غياب النية الصادقة للاستجابة لمطالب الجماهير وحتى لمن كان يزايد على ذلك. وأضاف البيان أن النقابة تدعو جميع ملاكاتها التربوية والتعليمية بالتماسك مع الحراك الجماهيري والاستمرار بالتظاهر السلمي، كما تقرر تنظيم تظاهرة موحدة تنطلق من مقرات فروع نقابة المعلمين العراقيين في بغداد والمحافظات يوم الأربعاء الموافق 27/11/2019 في الساعة 3 مساء. شكرا لكم لمتابعة الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ثم الإعجاب بالفيديو.